اهلا بيكم من جديد، ووصلنا لفقره سهم وقوس. دايما في نهارك ابيض بنحاول نتكلم في مواضيع مختلفه وساعات بعيده عن كره القدم شويه، والنهارده ملف الصحه النفسيه هو من اهم الملفات اللي بنسعى دايما اننا نناقشها بشكل مستمر، وتحديدا طبعا ملف الانبهار والتقليد ما بين الاطفال والشباب. وعلشان نتكلم اكتر او بشكل اوسع عن العادات دي، معانا النهارده منورنا دكتور رحاب الفقي، استشاري الصحه النفسيه. برحب بيك يا دكتور ومنوراني النهارده في نهارك ابيض. شكرا، نهارك ابيض. بشكرك جدا. يعني في البدايه طبعا زي ما قلنا عايزين نتكلم عن الاطفال والشباب الصغيره اللي بتقلد زملائها او اصدقائها بدون ما يفكروا في الشيء ده هو مضر ليهم ولا هو كويس. ازاي نسيطر على فكره ان الطفل بيكون عايز يقلد دايما صحابه؟ حلو قوي. خلينا نفرق ما بين في حاجه اسمها مراحل الطفوله. عندنا مرحلة طفولة مبكرة ودي ليها سن، مرحلة طفولة متأخرة ودي ليها سن، وعندنا مرحلة المراهقة اللي هم الشباب الصغيرين. اوكي. عشان احنا ما بنقولش عليهم شباب، بنقول عليهم مراهقين أو شباب صغير. فعلشان تبتدي بقى تعالجي القصة دي أو السلوك اللي أنت شايفاه من وجهة نظرك خاطئ أو إن هو بيضرهم، نحدد المرحلة الأول. لو هنبتدي بالشباب الصغيرين، ناخد مثال مثلا السوشيال ميديا والفيديوهات واللبس، الستايل كات هير، الحاجات دي كلها اللي عاده الاهالي بيبقوا ضدها الى حد ما. فعشان تصلحي ده استخدمي الاسلوب الصح مع السن ده. فالشباب او المراهقين الكلام، النصح، الارشاد، لان انت لو بوختي او استعملتي اسلوب التاديب مش هجيب نتيجه، لان الجيل ده او الجيل ده يعني تحديدا اللي هو الجيل الجديد ده عنيد جدا، بيمتاز بان هو عنيد وعايز يمشي اللي في دماغه. وزمان كان بيفرق معانا قوي شكلنا قدام اهلنا. مظبوط. دلوقتي العكس بقى، فارق معانا شكلنا قدام الناس، قدام الكوميونتي بتاعتي، قدام صحابي، قدام المدرسه، اكتر من اهتمامي بشكلي قدام ماما وبابا. مظبوط. فده الفرق. فانا عشان اتكلم مع حد في سن المراهقه لازم اتناقش معاه بالعقل والمنطق وشويه مشاعر وطبطبه وحضن وصبر. الطفل في سن مثلا اللي هو المراهقه، مرحله الطفوله المبكره، من 5 سنين 6 سنين مثلا لحد 9 سنين تبداي تتكلمي معاه بالحب بس، مفيش تاديب، مفيش عقاب. وفي حته المنع. يعني ايه المنع؟ انا لما اجي اعاقب ابني مش بعاقبه بالعقاب ان انا اضربه او احرمه من الموبايل. انا احمله مسؤوليات زياده. وهنا فرق كبير بين العقاب وان انا باذي نفسيته وبخليه يحس باثار سلبيه ويكرهني او يعاند معايا ويقول لي لا انا مش عايز، خلاص مش انت هتمنعي البلاي ستيشن، مش عايزه. أوكي. فكل مرحله من مراحل الطفوله او المراهقه ليها الواي بتاعتها وليها الطرق بتاعتها في التعامل. لكن ممنوع العنف في كل مراحل الطفل؟ عايز ممنوع الضرب. عايز تقولي الضرب. بصي، هو في فرق كبير قوي بين انا بضرب وان انا بعنف بشكل بسيط. يعني ضربه على الايد، ضربه على الكتف لطفل صغير علشان يبقى فيه سلوك، عارفه، شنيع لازم يخاف منه. الخوف دايما اقوى من اقوى 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 الرغبات او النيدز بتاعتنا او المشاعر اللي بنحس بيها. انت لما بتخافي بتتصرفي. مظبوط. فهو لما بيخاف الطفل انه يكرر سلوك مثلا بيأذي بيه نفسه، عندنا اطفال عندهم حته الايذاء لنفسهم، ان هو يرمي نفسه قدام عربيه، ان هو يعور نفسه عشان يكتشف. على فكره هو مش قصده حاجه تانية، هو مش مدرك ان ده في اذى. فبالتالي انت عشان تمنعيه من ده لازم تستعملي معاه الحزم شويه. الحزم ده مش معناه ان انا اكشر على انيابي وان انا اطلع اصوات، لا خالص. الفكره كلها ان انا ادي فيس بوكر فيس او وش ناشف شويه من المشاعر، وان كلامي يبقى حاد وحازم علشان يحس ان الموضوع بجد. الضرب اللي الناس فاكراه، احنا بنقول اه الضرب مفيد على فكره، بس اي نوع ضرب؟ هو مش اي ضرب وخلاص. مش الضرب المؤذي، يعني مش الضرب الخفيف. بالظبط. وبعدين انا مش بقول لحضرتك تكرر الضرب، مش كل ما هيغلط او كل ما هتشوفي حاجه عايزه تعدليها تضربي. اه طبعا. الموضوع مش كده خالص. هنتكلم في الحاجات اللي هي بنقول عليها حاجه فظيعه، حاسه ان هي لازم تتدخلي فيها تدخل قوي جدا، فتبداي تعملي الاكشن ده، واللي هي ضربه كده، ضربه على الكتف. فكره العقاب للاطفال مش ان انا اقول له لا ما انتش نازل النهارده، ما هو انت مره في الثانيه في الثالثه مش هيفرق معايا العقاب ده اصلا. حمليه مسؤوليات، يعني انت مسؤول النهارده عن الخطا اللي انت عملته. انت النهارده مسؤول انت تنزل او ما تنزلش، قرارك انت. لو نفذت الهوم ورك بتاعك مثلا او التزمت بالديوتي اللي عليك هتنزل، فقرار قرارك. فيبدا هو يجري او يبقى عايز يخلص الديوتي دي. بالظبط كده. بالظبط. طب دكتور، دول الناس اللي بتقلد صحابها. لو احنا بقى بنتكلم على الاطفال او على المراهقين اللي باصين لصحابهم في حاجات معينه، باصين ان صاحبي ده بيلبس لبس غالي او انه معاه مثلا موبايل اجدد من الموبايل اللي معايا، شايفه ازاي نمنع ان الطفل يكون باصص لغيره في الحاجه يعني الماديه اللي معاه؟ بص انا هفاجئك في الاجابه شويه، هي غلطه الاهل. يعني انا عارف ان انا هودي ابني مدرسه الفلانيه،
هل انت قد المدرسه الفلانيه؟ المدرسه مش بس انك انت تدفع مصاريفها، انت قد كل التفاصيل بتاعت المدرسه، قد الكوميونتي اللي انت بتكومبيرنس، بتعمل مقارنه معاه. لانه انا لما ادخل ابني مدرسه الفلانيه بالسعر الفلاني لازم ابقى قادر ان انا اكمل المستويات كلها، لان انا ابني هحس ان هو اقل. والاطفال صعب تتحكمي في مشاعرهم، وطبيعيه مشاعرهم حقيقيه وطبيعيه، لانه لسه ما وصلوش لمرحله النضوج النفسي اللي تخليهم يفلتروا انه انا لو اكتفيت بموبايل ده انا تمام، هو كده بيأدي نفس الوسيله او بيأدي نفس المهمه اللي بيأديها الايفون الفلاني او التليفون الفلاني وهكذا. فانا لازم اول حاجه كاهل ان انا اخد بالي ان انا قد الكوميونتي اللي انا مدخله ابني فيه او بنتي فيه، علشان الموضوع مش موضوع دراسه فقط، هو موضوع فعلا زي ما حضرتك قلتي صحاب، موضوع امكانيات، ممنوع تولز اوريدي متوفره له. مظبوط. فانا عشان اتعامل بقى انا خلاص لبست ودخلت المدرسه الفلانيه وابني بدا يقارن نفسه باصحابه اللي حواليه، انا اتصرف مع ده ازاي؟ اول حاجه احنا لازم يبقى المرحله السنيه طبعا لازم نعرف المرحله السنيه بتعامل معاها. تاني حاجه الاسلوب، انا هتكلم معاه هقول له دي امكانياتنا، دي حدودنا، واوعدك ان انت مقابل ان انت تنجح مثلا انا هعمل كذا. فلازم الولد يبقى اوير او عنده معرفه بالحدود، انه هيحس ان بابا بيمنع عنده الفلوس او بخيل، هيحس ان مامته ما بتديلوش الحاجات اللي هو عايز. لا، فلازم الصراحه والكلام المباشر المريح، فبيخلي الطفل يقول لا تمام انا هستنى ان انا اجيب التليفون التاني لما بابا يعمل الحاجه. مظبوط مظبوط. طب دكتور رحيم معلش عايزه ارجع معاكي تاني لنقطه الضرب، لان الحقيقه دي يعني شيء ناس كتير قوي مختلفه عليه. في ناس بتقول لا احنا كنا بنتضرب واحنا صغيرين، يمكن ممكن اقول لك الجيل القديم شويه، احنا كنا بنتضرب واحنا صغيرين وده اللي طلعنا رجاله مثلا، او ده اللي طلعنا مظبوطين وعندنا قناعه و شايفه يعني. وعلى عكس مثلا الاطفال دلوقتي ان هم طالعين متدلعين قوي فمش قادرين يشيلوا مسؤوليه او بيغلطوا كتير او كده. انت شايفه نقطه الضرب دي امتى انا احدد ان الطفل ده متدلع وان الطفل ده لا محتاج فعلا يكون فيه حزم شويه في التربيه، وامتى لا انا ماشيه على المسار الصحيح في تربيه ابني؟ المعادله غلط، مفيش حاجه احنا طلعنا رجاله عشان كنا بنضرب. المعادله دي يعني احنا دايما بنسمع الجمله دي عارفه التركيبه الكيميائيه دي اصلا مش صح. احنا طلعنا يعني الناس او جنرال يعني طلعنا رجاله علشان احنا كان عندنا مجتمع متماسك، كان عندنا شكل الشارع، كان عندنا شكل العجران، كان عندنا شكل الاسره المتعودين عليه، كان عندنا الفريم اللي نطلع منه اسوياء نفسيين، وما كانش عندنا الصراعات الشنيعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. انت كل يوم في صراع جديد مع التكنولوجيا، مع السوشيال ميديا، مع الاخبار، مع المقارنه، مع المنافسه القويه عشان انت تبقي ترند. الموضوع بقى مختلف تماما. هتلاقينا او الجيل القديم طلع راجل او بالصفات القويه او شخصيته عندها سواء نفسي بسبب عالي بسبب ان احنا كنا مجتمع متماسك، كانت الناس جنب بعض. دلوقتي كل واحد، احنا عندنا توحد، احنا كشعب كشعوب بقى مش شعب مصري، كشعوب عندنا حاجه اسمها توحد مكتسب، احنا بقينا متوحدين مع الموبايل. يعني اطفالنا بقوا عندهم توحد. احنا يعني فكره ان اخر دراسه اتعملت على نسبه الذكاء، في ناس بتقول لك ان الجيل ده ذكي، هو حضرتك اي نوع من الذكاء بتتكلم عنه؟ ما احنا عندنا انواع اسمها حاجه اسمها انواع ذكاءات. احنا عندنا ذكاء اجتماعي، ذكاء اكاديمي، ذكاء مكاني، ذكاء حاجات كثيره قوي انواع ذكاءات. احنا عندنا توحد الاطفال، والجيل اللي طالع ده هو صاحبه الموبايل، فبالتالي هو افتقد لفكره انه عنده كوميونيكيشن سكيلز مع الناس اللي حواليه او عنده حياه اجتماعيه. بيقول لك ايه، انا ما بقاش ليا صاحب، عارفه الاغاني اللي طالعه جديد وحضرتك، علشان احنا افتقدنا الامكانيات او التولز او المهارات اللي تخلينا بقى عندنا اصحاب نقعد مع ناس ونحافظ عليهم. مظبوط طبعا. ففكره الضرب، هي الضرب زي ما قلت لحضرتك لازم نفرق ما بين الضرب المؤذي والضرب اللي انا في موقف معين لازم ابقى فيه حازم لانه ابني لازم يخاف. مظبوط. فكره ان انا ابقى طيب على طول ده غلط، ان انا ابقى شرس على طول ده غلط، لازم ابقى فيه عارفه التوازن ما بين البابا، انا بابا حنان عليا قوي بس في الجد جد سمعناها كتير قوي، ماما بتدلعني قوي بس لما بتزعل مني يا نهار ابيض. بنسمع الكلام ده صح؟ اكيد طبعا. دي التربيه صح، ان انا ابقى عندي عارفه ايه معيار كده من كل حاجه وكل حاجه لوقتها. صح. فالضرب لا، انا ما بقولكش اذيه، ما بقولش انك تعلم في جسمه، ما بقولكش انك تخليه يخاف منك على اكتر، يعني يحترمك ويخاف منك. مزبوط. في مواقف محدده اللي فيها خطر على حياته او بتعدي الريد لاين، الخطوط الحمراء.
مظبوط. طب لو هنروح بقى لحته برضو يعني تانية مختلفه شويه، هي الصدمات النفسيه. بصي يا دكتور، يعني ناس كتير برضو بتقول انه زمان في جيل امهاتنا او كده ما كانش عندهم خيارات كتير في الحياه، يعني كلهم مدارس معينه، جامعه معينه، خروجات، حتى الخروجات معينه اللي معين. يعني كل حاجه كانت الخيارات قليله قوي، فما كانش باين الفروقات ما بين الناس. ولكن حاليا احنا عندنا توسع بشكل كبير قوي في كل حاجه، عندنا انترنت اكيد يعني بيوريكي كل حاجه داخل مصر وخارج مصر، فانت بقى عندك قابليه اكتر للصدمات النفسيه. عايزاكي تعرفينا مفهوم كلمه صدمه نفسيه، وازاي نعدي من الصدمه النفسيه دي او نعالجها ازاي. طيب خليني، يعني ما شاء الله عليكي كلامك حلو جدا وبحللتي الموضوع بشكل يعني لطيف. شكرا يا دكتور. خليني اضيف بس حاجه، فكره انه اللي على السوشيال ميديا ده مزيف، فيك، ده مش حقيقي. احنا دايما اكتر حاجه او مكان عندنا نضيف في البيت هو الصالون بتاع الضيوف، صح كده؟ فبالتالي احنا بنطلع للسكرين ايا كان نوع السكرين ايه، احسن احسن حاجه عندنا، فده مش حقيقي، ده المزيف. ادخل بقى جوه هتلاقي ده الحقيقي، فما ناخدش بالشكل اللي بره علشان احنا بنجري ورا حاجات مزيفه ومؤقته. يعني اللي بيتصور علشان بشكل عربيات معين، انت ما تعرفش الباك جراوند عامله ازاي، ما تعرفش هو جاب ده ازاي، وهل انت هترضى بالطريقه اللي جاب بيها العربيه ولا لا. في حاجات كتيره، فما تاخدش بالصالون طبعا، استنى الاول لما تعرف كل تشوف حاجه الناس. لما تشوف البيت كله اصلا شكله وحش بتعرف تقيم. تمام. ففكره بقى ان احنا بقينا عندنا هشاشه نفسيه، في عندنا حاجه اسمها الصلابه، مفهوم كده في السيكولوجي اسمه الصلابه النفسيه، اللي هو الحاجز اللي انت بتضربي فيه ويثبت زي ما هو. المناعه النفسيه، زي ما احنا عندنا مناعه بيولوجيه في الجسم، لما بيدخلك اي ميكروب الانزيمات بتطلع تسيطر على الميكروب ده عشان ما تضركيش. مظبوط. تمام. احنا عندنا حاجه بقى اسمها مناعه نفسيه. اول ما بيحصلك صدمه نفسيه ايا كان نوعها، فقدان، خساره شغل، زعل، حزن، فراق، الحاجات دي كلها عندنا المناعه بتشتغل، بتطلع حاجه بدل الانزيمات، بتطلع حاجه اسمها ميكانيزمات. اوكي. فاحنا عندنا ميكانيزمات مرضيه، معلش دخلتك في موضوع معقد شويه، بس هي ميكانيزمات مرضيه وميكانيزمات صحيه. احنا كمجتمع بندي ايه بقى؟ انا في تربيتي لابني وبنتي بديله بربيه على ميكانيزمات دفاع مرضيه ولا صحيه، فبالتالي ده لما بيكبر ويحصل عنده ازمه نفسيه بتلاقي احنا بنشوف الشخص بقى مريض، بقى نرجسي، بقى بارانويد، بقى مكتئب. ليه؟ لانه يا حبيبي عادي، ما كل الناس بيجي لها، عارفه جمله ما كل الناس بتعيا، ما كل الناس بتلوز حد او بتمر بظروف، انت ليه وقعت كده؟ علشان ما اتبناش من صغره في ابنه عند مامته وباباه والاسره والمجتمع، ما اتبناش عنده الصلابه النفسيه، الحاجز اللي بيحميه من الصدمات. تمام. فاه احنا عندنا هشاشه نفسيه علشان احنا ما بقناش مجتمع متماسك بشكل كبير، ما بقناش بنربي صح، ما بقاش في الانتر اكشن ما بين الاب والام والابن والبنت والمدرسين. زمان بابايا كان عارف المدرس ومدير المدرسه وعارف، عارفه، ففي كوميونتي، هو حاسس انه جوه سكيور اريا، جوه امان. لكن دلوقتي بابا ما يعرفش مدرس، الموضوع مختلف، احنا في عالم تانية خالص. احنا في مدرسه، في عالم، ولما بنرجع بيت احنا في عالم، وفي الاوضه احنا في عالم، وفي الليفنج احنا في عالم، وهكذا. فبقينا متقسمين، فبالتالي لما تيجي تدوري على الشباب دلوقتي ما تلاقيش عنده ايدنتيتي، ما عندوش هويه. انت عايز ايه؟ ثلاث اسئله بنسالهم لاي شاب داخل بقى ايه، عارفه، لو بسم الله الرحمن الرحيم داخل بقى يشتغل ويبني كارير. انت مين؟ عايز ايه؟ بتجري ورا ايه؟ يعني وعندك ايه؟ مش عارف. السؤال مش عارف، هو ماشي ورا التراك، ورا التيار اللي موجود، والله ده حلو فانا همشي ورا ده شويه. اول ما يبدا يمشي وراه يحس انه زهق، لان في ترند تاني طلع، فيسيب ده ويرجع. فبالتالي عندنا حاجه اسمها ازمه هويه، مش لاقيين نفسنا. طب ودي حلها ايه يا دكتور؟ يعني دي مشكله كبيره جدا عامه، ازمه الهويه ولا الهشاشه ولا ازمه الهويه الاجتماعي. هم كلهم الحقيقه مشاكل كبيره، بس ازمه الهويه دي مشكله كبيره جدا. احنا حتى احنا كمجتمع عندنا ازمه هويه، ان احنا دايما عايزين نقلد الغرب، عايزين سوشيال ميديا زي ما حضرتك بتقولي، بنفتح بنلاقي حاجات معينه عايزين نكمل عليها، تخلص الترند يخلص نحس ان احنا زهقنا، عايزين نشوف ترند غيره. يعني بالظبط. فالفكره الازمه الهويه دي ازاي نحلها يعني، وازاي نعرف ان هي عندنا؟ طيب اساس كل مجتمع في التربيه والتعليم، فدول الاساس بتوعنا. فعشان توصلي حاجه او تبني حاجه في المجتمع كانك بتحطي بذره، تحطيها فين؟ تربيه وتعليم.
فالتعليم حطي منهج بيقول انك تبني بيه بني ادم سوي. بمناسبه احنا ما عندناش حاجه اسمها احنا ما فيش حد فينا سوي نفسيا. اه طبعا. 100 ما فيش حد لا وجود للسواق النفسي على وجه الارض. طبعا. كلنا عندنا اضطرابات مش يعني مشاكل نفسيه واضطرابات نفسيه بمعدل طبيعي، حضرتك بتورثي الاستعداد النفسي وانا بورث الاستعداد النفسي، وعلى حسب احنا نشانا في ظروف شكلها ايه بنبدا نطلع. فعشان تبني او تحلي ازمه هويه، اولا انت بتوعي بالتربيه والتعليم الاب والام، انت لازم تخلي ابنك عنده شخصيه وتساعده انه يختار، لكن ما تقولوش سيبه هو يختار انا هسيب ابني براحته، ما هو مش عارف. وحضرتك في فرق لازم اوجهه في الاول، لان انت كمان انت كاب وام ما بتربوش لوحدك، واحنا دايما بنقول انت بتربي ومدرسه بتربي جنبك والشارع والسوشيال ميديا كل حاجه بتربي معك. زمان كان الاب والام بيربوا وقيم المجتمع بتربي معاك. دلوقتي انت بتتخانقي مع الشارع عشان انت عايز تحافظي على قيمك في البيت، بتتخانقي مع التي في ومع السكرين مع كل حاجه عشان انت تحافظي على حته يعني الاجتماعيات في البيت، حاجات كتير قوي خناقات. فعلشان نزرع حاجه انت عايزه تغيري مجتمع او تبني فيه حاجه او تزرعي فيه حاجه تربيه وتعليم. مظبوط. فادخلي على ده وحطي البذره كمنهج للجيل اللي طالع انه يبقى عنده الحريه انه يختار، بس التوجيه انه سنه لا يسمح انه يختار، انه يختار لوحده. فبالتالي انت بتدي له الداتا الصح ويبدا على اساسها ينشا. لما بتزرعي تحطي بذره وتزرعيها صح وتسقيها وتديها الرعايه بتطلع احسن، بتطلع حاجة. احسن حاجه حتى لو الظروف صعبه. طبعا طبعا. طيب دكتور رحاب، احنا دايما بنسمع يعني كان وكان في كمان دراسات اتعملت ودكتور مجدي يعقوب كان طلع واتكلم على ان الزعل الكبير قوي بيأثر على عضله القلب. طبعا. وشفنا يعني شفنا ناس كتير قوي ودراسات كتير قوي اتعملت على ان الصدمات النفسيه او الازمات النفسيه اللي بيعدي بيها الانسان ممكن تأثر عليه عضويا. شايفة ان دي يعني رأيك ايه في الكلام ده، وشايفة ازاي برضو ان احنا نتجنب الزعل الزيادة عن اللزوم لدرجة ان هو يقلب بشكل عضوي، وهل في شخص بيكون يعني معرض لده اكتر من شخص تاني؟ طيب انا هقولك مفاجأة، مصر كلها بتعاني من اللي انت بتقوليه ده اللي هي اسمها الاعراض السايكوماترية او الاعراض النفس جسدية، من اسمها كده مفهوم باينة. عارفة الضغط، السكر، الصداع، تقلبات المعدة، القولون، الوجع. بص انا قلت لك حاجات كتير عند كل هيراجع نفسه دلوقتي. تمام. الزغلله، نشفان الريق، ضربات القلب. كل مستشفيات مصر رايح حد رايح ضربات قلب سريعه، عنده وجع في صدره. عارفه الكلام اللي بنسمعه دي اسمها اعراض نفس جسديه سايكوماتريه، ودي بتيجي نتيجه الضغط النفسي وانك انت ما بتتصرفش صح، فبالتالي جسمك بيقول لك انا تعبان. فلما بيروح يعمل يروح المستشفى ويعمل رسم قلب واكو ويعمل كل حاجه ما عندوش حاجه، ما عندوش يروح يقيس الضغط يلاقي ان هو بيغلي عنده ضغط عالي جدا، بس يقيس ما فيش حاجه وهكذا. بقى دي اسمها نفس جسدية مصدرها نفسي. فبالتالي تعالى اقول لك بقى انت ايه مشكلتك، انت بتعاني من ايه، الضغط النفسي اللي عليك. احنا عشان بقينا رتم الحياه سريع فبقينا عايزين كل حاجه تخلص بسرعه. فبالتالي انا عندي مشكله الفلانيه فلو ما خلصتش دلوقتي المشكله بتاعت بكره هتيجي، فيبقى عندي تراكم. طب وبعدين فكر كده، زمان امبارح اول امبارح السنه اللي فاتت كان عندك مشكله راحت فين؟ خلصت صح كده؟ صح. فالمشكله دي اللي هيحصلها خلصت وهتخلص. هي دي الفكره، الكونسيبت بتاع احنا عايشين في حياه الطبيعي فيها سنتها من كل حاجه بتخلص وبتعدي، كل حاجه بتخلص. بمعنى ان انا دلوقتي عندي مشكله، اه هي من حقك مشكله مع في تربيه ولادك دي صعبه جدا من اكتر الحاجات اللي بتوجع طبعا، انه انا عندي مشكله بس اعمل ايه؟ انا لو فضلت ازعل انا ما بحلش، انا بدفع ثمن ده من صحتي ومن وقتي ومن اصلا من مجهود تفكير، فبالتالي انا محتاج ان انا ادور على المعلومه الصح اللي تساعدني احل المشكله. الزعل بيعمل جلطه في القلب، بيعلي الضغط، بيوطي الضغط، بيعمل تقلبات في المعده، قرح في المعده، قولون عصبي وهكذا. ده اعراض دائمه لكن المشكله مؤقته بتخلص. مظبوط. فخلي بالك قوي من القصه دي، خلي عندك كونسبت ان الايمان بالله وان كل حاجه بتخلص بتخلص، بس ازاي اخلصها بقى؟ ان انا ادور على حلول مقترحه، ان انا ادور على داتا تساعدني ان انا احل حلول مقترحه، ان انا الجا للمساعده، ان انا ابقى مؤمن انها تخلص زي ما قبلها خلص. مظبوط. طب دكتور امتى ابتدي احس ان ابني او اخوي يعني ايا كان الشخص محتاج لعلاج نفسي؟ يعني امتى احس ان اه لا في مشكله هنا انا مش هقدر انا كأم مثلا ان انا اعالجها، لا انا محتاجه اروح لطبيب نفسي؟ حلو قوي. في معيار في المجال الصحه النفسيه اسمه المعاناه. انت بتعاني قد ايه؟ يعني مثلا سوري حضرتك عندك اكتئاب وانا عندي اكتئاب. اوكي؟ الحمد لله 80 نوع اكتئاب بالمناسبه. بس 80 نوع من الاكتئاب؟ ايوه في مؤقت وفي مرضي. الناس فاهمه ان الاكتئاب ده حاجه واحده. لا لا خالص عندنا انواع كتيره قوي. فحضرتك عندك اكتئاب وانا عندي اكتئاب، بس انا عارفه اتعامل واتعايش في المجتمع، واه انا عندي سوينج مود وعندي الاعراض بس انا عارفه اتعامل. وحضرتك لا. صح. مين فينا اللي المفروض يروح الدكتور؟
انا بالظبط. فهي درجة المعاناة اللي بيعانيها الشخص هي اللي بنقول، اللي بتحدد، اللي بنقول اه ده عنده مشكلة ولا ما عندوش مشكلة. هل هي مأثرة على نفسه، مع نفسه، ومأثرة مع الناس اللي حواليه، مع المجتمع، مع أدائه في شغله، مع أدائه في حياته ولا لا؟ في ناس عندها OCD وسواس قهري ومتعايشة ومكملة حياتها عادي جدا، بس أول ما بيتجوز بيروح للدكتور. ده أكيد، ده خرج من إيده خلاص، ده كده أكيد. وهكذا. فهي الفكرة في درجة المعاناة بتاعة الشخص. هل ممكن في أمراض الذهنية اللي هي الفصامية أو اللي هي سكيزوفرينيك، الأمراض دي الشخص نفسه مش واعي إن عنده مشكلة؟ مظبوط، دي قصة تانية بقى. دي بقى لازم الناس اللي حواليه، اللي الناس اللي حواليه يودوه، لأنه ده محتاج مساعدة، إنه بيأذي من غير ما يبقى واعي إن هو بيأذي. بس أكيد بتبقى خطوة صعبة جدا على إن هم يقنعوه إن هو محتاج لعلاج نفسي، لأن هو ممكن يكون مش مقتنع. بصي، هو في بعض الأمراض الذهنية هو مش هيقتنع ومش هتقولي له أصلا، يعني الموضوع يعني نسيبه بقى كده زي ما هو. لا، أنت المفروض بتلجأي للمساعدة على طول من غير ما تاخدي رأيه. الأمراض الذهنية أمراض عقلية، لكن هي بتبقى صعبة قوي إنك تتكلمي مع شخص، وممكن يبقى يقول لك أوكي ويروح معاكي، وتاني يوم يقول لك أنا مش فاكر إنك عملتي إيه، وموضوع مختلف. ده شيء صعب. فإحنا عندنا أنواع أمراض كتيرة قوي برضو، يعني محتاجة تشخيص أكتر يعني. ده شيء صعب جدا. طب أنت يا دكتور شايفة بشكل عام، إحنا الفترة دي في مصر يعني ابتدينا نشوف ناس كتير بتقول إن هما بيروحوا لطبيب نفسي أو للايف كوتش أو يعني غيرهم، شايفة إن إحنا بقالنا فترة فعلا إحنا خلاص ما بقى عندنا تقبل لموضوع العلاج النفسي؟ مش زي زمان كانت الناس ممكن تتكسف أو إن هما يعني يجادج أو يحكموا على شخص أنت مجنون، أنت أكيد بتروح لدكتور نفسي أنت مجنون. لا، هو هيتقال علينا دكتور مجانين. دكتور دكتور مجانين. يعني اللي إحنا كلنا شتم في الحته دي. بس شايفه ان في لا اتفضلي، شايفه ان في يعني تغيير، ابتدينا نتقبل الموضوع ده بشكل اكبر كتير. ليه بقى؟ لان احنا يعني في مجالنا حاولنا نغير المفهوم شويه، ان انت محتاج تروح لدكتور. ليه؟ هو انا مجنون؟ الجمله دي نفس التركيبه الغلط، احنا موروث اجتماعي غلط. حقيقه انت وانا احنا عندنا انواع، في طبيب نفسي لما بتبقى محتاج ادويه، في استشاري صحة نفسية لو انت محتاج انك تستشيره في حاجة، محتاج انك انت تروح لايف كوتشنج عشان محتاج انرجي، محتاج تغير شوية من اسلوب حياتك. فاحنا عندنا مجالات كتيرة قوي محتاج انك انت تحدد انت محتاج منها ايه. ومعنى برضو ان انت تروح لطبيب يديلك ادوية عشان تعدي كرب ما بعد الصدمة، مثلا لو انت عندك فقدان عزيز ودخلت في مرحلة اكتئاب ومش قادر تكبب او مش قادر تفوق من ده، انت محتاج تروح لدكتور يديك ادوية تساعدك. الأدوية عامل مساعد وليس علاج. بالمناسبة، الأدوية النفسية عامل مساعد وليس علاج. مظبوط، بتعمل كده هولدنج للأعراض، فبتخليك تعرف تساعدنا كأطباء أو أخصائيين إن إحنا نشتغل معاك نطلعك من الأزمة، لكن هي مش علاج. فالناس فاهمة غلط. عايزة برضو يعني بمناسبة حضرتك فتحتي الموضوع ده، في معلومة مهمة جدا. أي مريض سكر يعرف يستغنى عن علاج السكر؟ لا. ليه ما بنقولش على ده إدمان؟ وليه بنقول على الادويه النفسيه ادمان؟ بس هقول لك يا دكتور ليه، لان في ناس ممكن تقول ان ده مرض مزمن، انا مضطر اعيش بعلاج السكر. تقبلنا الكونسيبت بتاع ان احنا عندنا السكر فهنعيش بيه ومرض مزمن، ومش متقبلين احنا عندنا مرض نفسي تعبني. لان بتكون فاكره ان المرض النفسي هينتهي مع ان انا باخد دواء ليه او ان انا بروح لطبيب نفسي، فاكيد هينتهي. نفس الفكره. انا باخد سكر، انا عندي مرض السكر، بعد شر على جميع الناس، فباخد دواء. هي نفس الكونسبت. انت من غير حبايه السكر انت هيجي لك اغماء وهتقع وهتتعب صح؟ مظبوط. من غير الدواء، احنا بنتكلم في الحالات المرضيه اللي محتاجه دواء في العلاج النفسي. مظبوط. من غير الدواء انت مش هتعرف تتعامل مع مراتك، مع ولادك، مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف. ايه الفرق؟ يعني يا دكتور ليه عندنا الكونسبت ده مش صح تماما؟ مظبوط. وبعدين الادويه النفسيه احنا مش هنعيش عليها طول العمر، احنا بنبدا بكورس معين بعدين. ده كان سؤالي. ده كان سؤالي. هل يعني اصل في ناس عندها فكره ان الادويه النفسيه دي ادمان، انه يعني هي هل احنا هنعتبر ان المرض النفسي ده مرض مزمن؟ على حسب. لو احنا بنتكلم في الامراض الذهنيه زي ما كنت بشرح لحضرتك من شويه، ان المرض الذهني هو مرض عقلي، عقلي المصدر، ده لازم تدخل علاجي، وممكن يبقى دائم شويه لان ده بيبقى عنده العمليات العقليه والمعرفيه مش موجوده. فده قصه اللي هم بقى بيبقوا محتاجين رعايه كامله. وفي ناس عندها مثلا اكتئاب زي الاكتئاب الذهاني متعايشين، ده بيبقى محتاج علاج عشان تسيطري على الاعراض. فده بيفضل شويه بيه 6 شهور على الاقل، بعدين تشوفي التحسن اخباره ايه مع CBT او مع العلاجات التانيه. وبعد كده بتبداي تقللي الجرعه لحد ما يوصل لمرحله ان هو تمام، فيبقى عند الحاجه. عارفه الجمله؟ احنا لما احتاجه بس. بالظبط. احنا مفهوم الادويه ان احنا الادويه النفسيه ادويه ادمان، ده مش صح خالص. هي زيها زي ادويه السكر، زي ادويه الضغط، زي اي دواء لما بتتعب حضرتك بتاخده وتقدر توقفه. بس احنا عندنا تركه كده شويه المجال النفسي، لازم الادويه بنسحبه بالتدريج.
هايله بالظبط كده، لازم تدريج. مظبوط. طيب دكتور، لو احنا هنتكلم عن السايكو اناليسيس بتاعت الشاب، لما يعني بمعنى ان هو بيعدي بحاجات معينه في فتره طفولته بتاثر عليه بشكل او باخر، شايفه ازاي السايكو اناليسيس دي مهمه بالنسبه للبني ادم، وازاي هو يقدر ان هو يطلع منها لو حصل له اشياء كانت يعني سيئه، ممكن نقول اشياء كانت صعبه عليه ان هو يعدي بيها، زي مثلا فقدان للاب او الام وهو فاكر الذكرى دي كويس قوي، مش عارف ان هو ينساها او يتعامل بعديها بشكل طبيعي، شايفه ازاي يقدر هو يتعامل مع ده؟ اوكي، لو هنكمل السايكو اناليسيس، احنا ما بينفعش تقولي ان البرسوناليتي دي او الشخصيه دي ده شخص نرجسي انبساطي، ما ينفعش تقولي كده غير بعد 21 سنه. اوكي، لان احنا بعد 21 سنه احنا وصلنا لمرحله النضوج النفسي الكامل، الكامل بالنسبه ل 21 سنه. لكن عيشي بقى بعد كده براحتك، اعملي اللي انت عاوزاه، لكن قبل 21 سنه احنا لسه بنتشكل. احنا مزبوط. ممكن امبارح انا عندي 20 سنه فانا حد لطيف وجميل وهادي، بعد 21 سنه انا شقي وعندي طاقه وعايزه اروح وعايز اجي، الموضوع مختلف. قبل 21 سنه احنا بنشخص مراهقين، الناس ما تزعلش، نشخص مراهقين. فالمراهق حضرتك اكتر سمه غالبه على مرحله المراهقه هي ايه؟ التقل. لانه ممكن الصبح يبقى حد رياضي وثاني يوم تلاقيه لا، هو عندهم سوينج ده موجود جدا في مراهقه. 21 سنه تلاقي بقى ايه، قولي انت وصلت الخلاصه بتاعتك، انت بقيت شخصيه متزنه، شخصيه عاطفي، هل انت شخص سمعي، هل بصري، هل وتبداي تشخصي بعد 21 سنه. التروما على مدار ال 21 سنه احنا عندنا من اول يوم ولاده، لان احنا عندنا تروما في الولاده اللي هي زي مثلا ارتفاع انقاص نسبه الاكسجين اثناء الولاده، ارتفاع التفاف الحبل السري على الرقبه، الحاجات دي كلها بتعمل مشاكل بعد كده. عندنا صدمه الفطام، عندنا الكلام، عندنا المدرسه، عندنا صدمات اساسيه. وفي بقى صدمات زي ما حضرتك كنت بتقولي فقدان الاب، ده بيظهر بعد 21 سنه، بس تلاقي الولد او البنت بتتعامل عادي جدا ومتجاهله ومتناسيه فكره ان باباها متوفي او فقدته لحد ما تقع في مشكله. اعرفي بقى، ما هو بيقول لك ايه، تحدث حتى اراك. وقعيهم في مشكله او خناقه او شوفي لما يتعصب هتقول ايه، هتبدا ترمي اللوم ان باباها مش ان موجود. باباها مش موجود، تبداي تقولي هنا في تروما، تبداي تقولي هنا في مشكله. اكتر حاجه من يعني احنا كل مشاكل النفسيه والاضطرابات النفسيه ليها علاجات مختلفه، ما ينفعش اقول ان مثلا سي بي تي او علاج السلوك المعرفي مثلا هينفع مع حاله اكتئاب، ممكن ما ينفعش، ممكن ينفع لو اكتئاب مصدره او اساسه ذهاني، لكن ينفع مثلا مع اللي هي ازمه صدمه نفسيه. الحقيقه دكتور ان يعني الصحه النفسيه دي مش محتاجه حلقه، يعني هي محتاجه حلقات كتير قوي علشان نقدر نتكلم في مواضيع كتير فيها، ولكن الحقيقه انت نورتيني جدا وشرفتيني النهارده، ومبسوطه ان حضرتك كنتي معايا. اشكرك، ان شاء الله مش اخر مره اكيد. ان شاء الله، شكرا. بشكرك جدا يا دكتور. يعني كده نبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان منورني دكتور رحاب الفقي استشاري الصحه النفسيه، وكلام كان مهم جدا عن الصحه النفسيه للطفل وللمراهقين. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من نهارك ابيض، ومع السلامه.